السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. قناتي الصغيرة قدمت 3 أو 4 فيديوهات عن التمارين المنزلية اللي بنقدمها للطفل قبل مرحلة الكتابة، وهي تمارين حتى نقوي عضلات إيد الطفل. كل ما مرنا إيد الطفل أكثر، كل ما مرنا عضلات إيديه الدقيقة والكبيرة، بنحسن عنده طريقته بالكتابة. لهيك سميناها تمارين ما قبل الكتابة. إحنا بنمرن عضلات إيد الطفل لحتى تتحسن طريقته بمسك الأشياء، بالتالي رح تتحسن طريقته بمسك القلم ويمسكه بالطريقة الصحيحة، وتلقائيا رح يتحسن خطه في الكتابة. للي ما قدم لأطفاله هاي التمرينات ضروري يقدمهم، كتير كتير مفيدات لحتى الطفل يعرف يمسك القلم بالطريقة الصحيحة. واللي ما شاف فيديوهاتي رح أنزل روابط هاي الفيديوهات في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو، تمام؟ هلأ اللي كنت بدي أحكي إنه زمان لما كنت أنزل فيديو عن تمارين ما قبل الكتابة، كنت بلاقي تعليقات من أمهات بيسألوني عن طريقة تعليم الطفل مسك القلم. صراحة كنت حابة أجوبهم وأحكي لهم إنه هاي التمرينات كافية لحتى طفلك يطلع يمسك القلم بطريقة صحيحة، الموضوع بس بحاجة لشوية تمرينات وكتير صبر. بس كنت بعذرهم لأني بعرف إنه كل أم نفسها تشوف طفلها أحسن طفل بالعالم، بعرف يكتب، بعرف يقرأ، بعرف يمسك القلم وخطه حلو بالكتابة. وكنت بعذرهم كمان لأنه أنا نفسي طفلي ما بعرف يمسك القلم بطريقة صحيحة مع أني قدمت له كل هاي التمرينات. لهيك ما كنت أجاوب الجواب اللي قلت لكم إياه هلأ، وكنت أحكي لهم أوكي إن شاء الله رح أحاول ألاقي طريقة وأخبركم. هداك الوقت رحت سألت معلمة قديرة اشتغلت مع الأطفال تقريبا 15 سنة، سألتها كيف بتعلم الطفل يمسك القلم. قالت لي يعني الإجابات اللي أنا بعرفها إنه بنمرن عضلات إيد الطفل وبنحاول نورجيه إحنا كيف نمسك القلم وبنخليه يرسم خطوط ومنحنيات، يعني هاي الشغلات تقريبا اللي نفس اللي حكيتهم بفيديوهات السابقة. برضو ما سكتت، رحت دورت على الإنترنت، دورت باليوتيوب على يعني إجابة لهذا التساؤل، ما لقيت إجابة أو معلومات أحسن من أنا بعرفهم. لحد أول مبارح لقيت طريقة سحرية لحتى نعلم الطفل الطريقة الصحيحة لمسك القلم. الطريقة السحرية هي هاي القطعة المثبتة على القلم، قطعة مطاطية بتشبه السمكة. أول مبارح كنت بمكتبة بشتري لطفلي قلم ودفاتر وهيك، فلقيت صبية بتبيع بالمكتبة قالت لي تجربي هذا الاشي، هي قطعة بتنحط على القلم لحتى الطفل يمسك القلم بطريقة صحيحة. صراحة شفت هيك شغلات يعني او شغلات على نفس هذا النمط بنحط على القلم بساعد الطفل انه يمسك، بس ما اقتنعت. بس لما قالت لي خدي جربي، جربت وخليت الطفل يجرب، فعلا طريقة بتجنن، يعني طريقة بتساعد الطفل انه يمسك القلم، وخلى الطفل يمسك القلم بنفس طريقة الكبار مثل ما الكبار بيمسكوا القلم. عن جد فرحت واشتريت والله، وتخليني اجرب بالبيت. رجعنا مرة تانية جربنا بالبيت مرة تانية، عن جد سحر سحر. يعني هاي القطعة فيها منحنيات وخطوط هيك بتخلي الطفل يثبت ايديه او اصابع ايديه الثلاثة هدول بمكانهم الصحيح. فاليوم انا طالع بهذا الفيديو بس احكي لكم لحتى تشتروا هاي القطعة، هي شايفينها، اشتروا هاي القطعة. يعني انا مش عاملة دعاية، هي ما بعرف صاحب هاي الفكرة، واصلا هي مصنوعة في الصين، صينية يعني made in China، ولا ببيع ولا بعرف اماكن يعني بتعرض هاي الشغلات. يعني بالصدفة وانا بشتري لقيتها وجربتها وعن جد نفعتني، فقلت انصحكم وخليكم تدعوا لي. ونسيت احكي لكم انه حقها كمان رخيص، يعني حق هاي تقريبا دولار. اشتريت هاي هذا الباكيت فيه 2 بدينار ونص اردني، يعني تقريبا 2 دولار. وبس بنهاية الفيديو حابة احكي لكم انه الاطفال مختلفون، احترموا اختلافهم وقدراتهم الفردية وما تضغطوا عليهم. في اطفال شفتهم بعيني عمرهم اقل من 3 سنوات بيمسكوا القلم بطريقة مثالية، وفي اطفال اعمارهم 7 و8 وحتى بيصيروا 10 وهم مش قادرين يمسكوا القلم بهاي الطريقة. وفي منهم حتى ما بيمسكوا القلم، يعني بيكبروا بيصيروا كبار وما بيقدروا يمسكوا القلم هيك، وعندهم طريقتهم الخاصة بمسك القلم. فراعوا الفروقات الفردية لأطفالكم وما تضغطوا عليهم لحتى يتعلموا شيء معين، وعلموهم باللين بالحب وباللعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.